القصائد المنتشرة وهي بسيطة وقريبة من الناس. يقول البارحة جلست مع ناس تجار، أيوة، علومهم بالبيع والاقتصادي، ها، دارت سوالفهم والديار لديار بين العقار وبين جار النوادي، وأنا تزمع في مضامين الأخبار في ليلة فيها السوالف أجدادي. هلا هلا، خدت لي مشوار مع درب مشوار في ليلة والجو بالحيل هادي، أيه، ومريت لي ناس المقلين وخيار في ماقف بين العنا والجهادي، مالت بهم دنيا النكادة والأمرار المشتكى لله رب العباد. ما فيه شك إن الليالي لها طوار، مر سموم ومر نفحة برادي، لكن يبقى العز والعز تذكار، أهل المعزة حضر ولا بوادي، غناتهم بوجيههم سر وجهار. بدي وش يقول، قارنت بين أمرين وان صار ما صار، الحق أشد من السيوف الحدادي، ما نيب نمام ولا نيب ثرثار، هذه قضية مجتمع شيء عادي، أحد يبي مع الملايين مليار، واحد يبي خبزه وعلبه زبادي. الله الله، سلامك. موجودين اي، هذه هنا موجوده بالديوان، وواحده يقول